نبدأ جولة جديدة في أخبار بلا سياسة، ونبدأ من بريطانيا، حيث أصيب 770 طالبا بفيروس كورونا في جامعة نورث أمبريا بمدينة نيوكاسل شمال شرق البلاد. ووجب خضوع جميع الطلاب للعزل لمدة 14 يوما في أماكن إقامتهم أو نزول الطلاب، وتعد هذه أضخم بؤرة لتفشي فيروس كورونا حتى الآن في المملكة المتحدة. هذه الجامعة هي واحدة من 50 مؤسسة للتعليم العالي تعلن وقوع إصابات بين طلابها بفيروس كورونا منذ استئناف الدراسة في الأسابيع الأخيرة. إلى المكسيك، حيث بدأت الحكومة حملة تطعيم واسعة ضد الإنفلونزا لمنع تفشي وبائين في نفس الوقت في البلاد، أي تفشي الإنفلونزا بينما تواصل البلاد مكافحة جائحة كورونا. ووفقا للحكومة سيتم توفير حوالي 36 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا في المراكز الصحية والعيادات وأكشاك الشوارع، حيث تأمل الدولة في منع المستشفيات من أن تفوق طاقتها الاستيعابية أثناء تفشي جديد محتمل لحالات كورونا. في إيطاليا، نجح نظام حاجز الفيضان في حماية البندقية من المد المرتفع لأول مرة وإغاثة مدينة البحيرة بعد سنوات من الفيضانات المتكررة. النظام يتكون من شبكة تضم 78 حاجزاً أصفرا لامعا تحمي مدخل بحيرة البندقية المرتفعة من قاع البحر. نظام الحماية من الفيضانات بلغت تكلفته عدة مليارات من اليورو، وكان من المقرر أن يبدأ في عام 2011.